السلام عليكم. قبل 6 أعوام من الآن استجاب القدر لدماء الشهداء ورغبتنا بالحياة، وانتهت أكثر حقبة ظلامية مرت على العراق بتاريخ الحديث، حقبة 4 سنوات من المواجهة مع عصابات داعش الإرهابية. وبهذا اليوم لابد أن نستذكر أهم الفتاوى للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني دام ظله، الذي أصدر فتوى الجهاد الكفاية، وكذلك قادتنا الشهداء جميعا وما خلفته الحرب من أعداد كبيرة من الأرامل والأيتام، وصولا إلى مرحلة الاستقرار اللي نعيشها اليوم. هذا الاستقرار اللي استطعنا من خلاله إعادة ولادة منظومة أمنية رصينة فارضة سيطرتها على الأرض. تحية إجلال وإكرام واحترام للدماء الزكية اللي سالت من أجل هذه الأرض، وتحية لكل يتيم وأم وأب فقدوا وضحوا بأغلى ما يملكون من أجلنا، من أجل مستقبل أبنائنا، من أجل أن نعيش بسلام، من أجل أن يرفع علم العراق من جديد على كل بقعة اغتصبها ودنسها الإرهاب. ورغم مرور كل هذه السنوات، لا تزال بعض الجهات ولا سيما الدولية تتمسك بحجة خطر التنظيمات الإرهابية وعودتها من جديد، وتتخذ منها ذريعة للبقاء على الأرض العراقية. فهل انطوت صفحة وفتحت صفحة أخرى وما تزال مفتوحة؟ وإذا كانت الأولى أغلقت بالدماء، فكيف ستغلق الثانية؟ وهل هناك فعلا خطر لا تستطيع القوات العراقية مواجهته، أم إنها مجرد حجة للبقاء لفترة أطول؟ من جديد ورحب بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بضيوفي الأستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي، والأستاذ عقيل الرديني عضو تحالف النصر، والأستاذ جبار ياور الأمين العام السابق للبيشمركة من السليمانية. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ علي، حياك الله أستاذ عقيل، وتحية أيضا للأستاذ جبار. نعيش بذكرى مهمة، يعني ذكرى مهمة للعراق وربما حتى للعالم. أولا صار 6 سنوات من أعلن النصر على داعش، انتهى كل شيء تقريبا لحد هذه اللحظة، لكن هناك من يثير بعض المخاوف لحد هذه اللحظة. شنو تصورك عن هذه الفترة؟ في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، وكالمعتاد أو ما تعودنا عليه أن نبدأ بالرحمة والخلود لشهدائنا، نقول لا شكرا للرحمة التي نزلت علينا من السماء، شكرا لأرواح الشهداء، شكرا لدماء الشهداء، شكرا لعوائل الشهداء، شكرا لأبناء الشهداء وأيتامهم، شكرا لأرامل وثكال الشهداء الذين بدمائهم وبدماء أبنائهم وتضحياتهم استطاع العراق أن ينتصر على أكبر تنظيم إرهابي، لا أقول على مر التاريخ، على الأقل في العصر الحديث. لقد حاربنا قرابة 52 جهة دولية وجهة استخبارية، وبفضل الشهداء وبفضل الجرحى وحقيقة غيارة وأبناء المرجعية الذين هبوا من أجل نصرة العراق، نصرة المقدسات. هنا أقصد حقيقة أبناء المرجعية، لا أقصد تشكيل بعينه، كل أبناء قواتنا المسلحة الذين وقفوا سدا منيعا من أجل الحفاظ على العراق، واستطاعوا أن يحولوا انكسارنا إلى انتصار، وانتصروا ليس للعراق ولا للمنطقة، بل انتصروا لكل العالم. فشكرا لكل أرواح الشهداء، شكرا لعوائلهم، كما وأشكر كل مقاتلين الذين وقفوا أيضا مجلس الحفاظ على العراق، وكذلك الشكر للمرجعية الرشيدة المتمثلة بالسيد السيستاني دام ظل الورف، وكذلك الشكر لكل الذين وقفوا مع العراق في تلك الأزمة، لا سيما الجمهورية الإسلامية التي دعمت العراق، دعمت حقيقة العراق بالموارد البشرية عبر المستشارين، وكذلك من خلال فتح مخازن الجمهورية الإسلامية بعد أن قصرت الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت لدينا معها اتفاقية ولدينا معها عقود مبرمة مدفوعة الثمن مقدما. لذلك أنا أعتقد
لولا هذه الدماء الزاكية، لولا هذه الأرواح الطاهرة لما استطعنا أن نكون في العراق، ولم يبقى العراق على هذه الخارطة، خارطة العالم. فشكرا للجميع. أعود لسؤال حضرتك. أنا أعتقد هنالك مشاكل كثيرة جدا قد تكون مرت بالعراق منذ عام 2003 إلى عام 2014، لكن برأيي اجتمع كل الأزمات، اجتمع كل الإرهاب، كل أجيال الإرهاب عام 2014 برأيي حاربنا منظومة إرهاب متكاملة، وكما أسلف في بداية كلامي مدعومة من جهات دولية كان لها أن تعيد العراق إلى المربع الأول، خصوصا بعد إخراج الولايات المتحدة الأمريكية عبر الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية التي أرغمت عليها جراء ضربات فصائل المقاومة الإسلامية في تلك المرحلة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عبر حروب الوكالة، عبر هذه المجاميع الإرهابية، وهذا ليس كلام علي فضل الله، أعتقد كلام كبار المسؤولين الأمريكان لا سيما هيلاري كلينتون التي بينت أن هذه المجاميع هي من تأسيس وإنشاء ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، واستثمرت منذ عام 1979 في حرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان ولحد هذه اللحظة. لذلك أنا أعتقد وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا عندما انتصرنا على داعش، حيث انتصرنا وأكرر لكل البشرية. والملاحظ والمتابع للمشهد السياسي العالمي أنه السلم المجتمع الدولي شهد حقيقة أزمات وضربات في دول متعددة، خصوصا الدول المستقرة الغربية، سواء مقاطعة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت تشهد بين الحين والآخر عمليات إرهابية عبر ما يسمى بالذئاب المنفردة. بعد الانتصار على داعش وتحطيم تقريبا البنى التحتية لها في جغرافية العراق وسوريا، تلاشت هذه المجاميع، وبالتالي نقول بفضل دماء الشهداء استطاع العالم أن ينتصر بشهداء العراق، بجرح العراق، بمقاتلي العراق الذين أيضا لهم الفضل حتى على المرجعية. فلولا تلبية النداء أنا أعتقد لكنا نعود إلى ذكرى غدير خم، فقد أفتى رسول الله بالولاية لأمير المؤمنين، إلا أن كثير من الذين سمعوا بتلك الفتوى وتلك الولاية لم يحترموا فتوى رسول الله. أقول الفاعلية الفاعل وقابلية القابل حصلت كلها في فتوى المرجعية الرشيدة للسيد السيستاني من خلال تلبية النداء بفضل دماء الشهداء والجرحى ووقفة المقاتلين. تمام أستاذ عقيل، هل انتهت ورقة التنظيمات الإرهابية وتحريكها في البلدان، في بلداننا، في البلدان العربية، في البلدان الإسلامية، في المناطق في الشرق الأوسط، في غيرها من المناطق الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لحضرتك أستاذ محمد وضيفك العزيز أستاذ علي ولمشاهدي قناتكم الكريمة. نستذكر هذا اليوم الذكرى السادسة للنصر العظيم الذي كان يبدو نصرا مستحيلا في بادئ الأمر، لكن الفضل لله سبحانه وتعالى ولدماء الشهداء الزاكيات اللي سالت كالأنهار على تربة هذا البلد، وبجهود وفتوى الجهاد الكفائي لسماحة المرجع والشباب الذين لبوا يعني هذه الفتوى وذهبوا إلى جبهات القتال وحتى بدون سلاح، واستشهدوا محبة في بلدهم ودينهم واتباعا لمرجعيتهم. أنا أعتقد يعني حول سؤالك، الفكر التكفيري هو ما زال موجودا باعتبار أن هنالك دوائر استخباراتية عميقة عملت على إنشاء هذا التنظيم لسنوات طويلة ودربته وهيئته وصرفت عليه أموال بمساعدات دول إقليمية ودولية ودوائر مخابرات خبيثة أكيد تريد النيل من هذا الشعب. فيعني تم تدريبهم على شتى أنواع التدريب، حتى على الحديث وعلى القرآن وتحريف الأحاديث، وبالتالي كأنما أصبح سنة داعشية موجودة لدى طبقة واسعة يعني من الذين اتبعوا يعني هذا التنظيم، سواء علما جهلا. لكن اليوم للأسف الشديد ما زال هنالك هذا الفكر موجود. نعم القوات الأمنية والقوات المسلحة والانتصار الكبير اللي صار في العراق في عام 2017 نعم أزال الوجود العسكري لداعش، لكن الفكر التكفيري ما زال موجود.
وين موجود؟ وموجود لدى العديد، يعني سواء داخل العراق في بعض المناطق الغربية وكذلك حول الحدود جغرافيا العراق وحتى لدى الدوائر التي جهزت هذا التنظيم وأعدته. حتى بالمناطق الغربية أغلب الناس بالمناطق الغربية رافضين تماما لهذا الفكر ولهذا الوجود، والمناطق طاردة. يعني سيد محمد، معاناة المنطقة الغربية أكيد هم طاردين لهذا الفكر، واليوم هنالك يعني جهود عشائرية هي أكثر ربما من الدولة، لا تريد عودة العديد من النازحين وكذلك اللي يعني هربوا خارج العراق ولا تريد عودتهم يعني مطلقا. لكن نحن عندما نقول الفكر موجود، يعني لا نعمم على كافة هذه المنطقة اللي حثت فيها. يعني احنا نتذكر كان هنالك كأنما أصبحت دولة الخرافة في المنطقة الغربية هي الدولة السائدة، وبالتالي كان عندها ديوان الجند وديوان المال والتجنيد والفورمات الخاصة بالرواتب، وبالتالي هذه الناس اللي تعايشت يعني مع هذا الفكر لمست، يعني اللي مستفيدين على الأقل لمست أنه هنالك فائدة من هذا الفكر التكفيري، فوائد يعني خاصة غير بعيدة المدى. وبالتالي اليوم ضربات القوات، الحد قبل يومين كان أكو ضربات لطائرات الإف 16 العراقية في مناطق في جبال حمرين وفي المنطقة الغربية، وهذه البؤر التكفيرية منين أتت؟ لولا وجود فكر تكفيري يغذي يعني هذه العقول لما إلى الآن موجودة هذه البؤر اللي تحاول ضرب القوى الأمنية في عدة مناطق. بما أنه فتحت الفكر، يعني تحدث عن الفكر، إحنا خلال الفترات السابقة من العشرية السوداء بالجزائر إلى أفغانستان إلى لبنان إلى كثير من إلى العراق وسوريا، كانت هناك أفكار تصدر على أنه الجهاد في سبيل الله وكذا ما أعرف إيش. لكن في طوفان الأقصى ما سمعنا كل هذه التفاصيل، انكشفت القصة؟ يعني كأن طوفان الأقصى مؤخرا كان يعني فيه اختبار كبير للكثير من المعممين، يعني خاصة بالطرف الآخر اللي كان يدعي الجهاد ضد الشيعة وتكبير الشيعة. لا نريد أن نتحدث بهذه اللغة لكن هذا واقع حال. لكن عندما اليوم تشاهد اليوم في غزة هنالك هذا الفكر اللي كان يغذي هؤلاء الناس بالجهاد بالذهاب إلى العراق وتفجير أنفسهم، اليوم يقولون لهم اتبعوا أولياء أموركم ولا تذهبوا إلى القتال. وأولياء أمورهم يقولون هذه الحرب لا تهمنا، هذه بعيدة عنا، ونحن نقاتل الطرف الآخر قبل أن نقاتل هذا الطرف. وبالتالي اليوم أبناء غزة وأبناء فلسطين، ما رد ندخل تفاصيل يعني تفاصيل تتعلق بالدين، لكن على المستوى السياسي على الأقل هم يعتبرون هاي قاعدة فقهية. يعني القاعدة الفقهية تقول إنه إلى ولي الأمر ما أمرك بموضوع ما قبل عليه فأنت ما تطلع. يعني معناتها الفتاوى صدرت بالعراق وبسوريا كانت كلها برعاية ولي الأمر، كلها كان موافق عليها. يعني لا شك، يعني لا شك، يعني كانت الفتاوى هي بالدرجة الأولى سياسية وليس دينية. ممتاز. يعني إذا سياسية ممزوجة بروح دينية إشقد خسرنا من أجل مصالح واضح ضيقة تخص. خب هذا واضح. إشقد خسرنا أرواح وممتلكات وتدمر بلدنا بسبب هذه الفتاوى وبسبب الأوردرات اللي صدرت من أولياء الأمور. زين، ليش ما حد حاسبهم لحد الآن؟ ليش ما حد قال لهم إنه هاي أبنائنا دمائنا؟ صار لنا 6 سنوات. يعني أعتقد كان يوجد حديث بهذا الاتجاه، لكن العراق أراد أن يعبر هذه المرحلة. من حقه أنه يطالب بحقه، لكن اليوم إحنا نريد نعبر هذه المرحلة بكل ما بها من مصائب ومن اليوم أيتام وأرامل وثكالة وتدمير للبنى التحتية العراقية وخسارة عشرات المليارات من الدولارات جراء هذه الحرب العشوائية. بأي طريقة تعبرها؟ اليوم احنا نريد نرتب وضعنا داخليا سيد الكريم. اليوم نريد نقنع أبناء شعبنا أنه يجب أن نلتف إلى
دولتنا إلى أرضنا محافظة، يعني هاي القوى السياسية واجبها، الفعاليات المجتمعية كذلك، منظمات مجتمع مدني، المواطن بشكل عام عليه أن يفهم أنه هذا الفكر التكفير اللي كان يغذى من وراء القيود، المواطن أن أنه على دولته، وبنفس الوقت اللي قاتله أنا ما أطالبه بدمه، يعني فهمني شلون. أستاذ محمد، هسه المطالبة بالدماء ممكن يقول لك العربي 40 سنة ويقول لك أنا استعجلت على أخذ حقي، يعني زين. لكن اليوم إحنا خل نعبر مرحلة، اليوم إحنا نريد نوقف الاعتداءات علينا، ما زال اليوم يمدون الإصلاح ويمدون الفكر ويمدون، إحنا نريد نخلص من هذه المرحلة أول مرة، نجتازها، نعبرها هذه المرحلة زين. من خلال تفاعل القوى السياسية، تفاعل الشعب العراقي بعيدا عن موضوع المكوناتية والقومية والطائفية، لا، نحن اليوم نريد عراق واحدا موحدا يدافع عن بنيته، يدافع عن مجتمعه، يدافع عن أرضه، وبالتالي عندما نتوحد فكريا بهذا الاتجاه ممكن انه نطالب اعدائنا اللي تسببوا بهذه المصائب كلها في الليل. ما راح تتوحدون، ما راح يعني بعد يجوز ولدنا ما ادري يتوحدون لو لا. استاذ جبار حياك الله. استاذ جبار ياور، استاذ جبار ياور حياك الله، تسمعني استاذ جبار؟ استاذ جبار تسمعني؟ زين، حاولوا ترجعون الاتصال مع استاذ جبار اخوان. انا اريد اجيب على هذا السؤال حقيقه. هي من عندنا. موضوع لماذا لا نطالب بدماء، واحنا عندنا بالمناسبه عندنا قانون شبيه بما حصل مع العراق، طبعا ما شتان ما بين الحالة اللي حصلت بالولايات المتحدة الأمريكية والعراق، لكن بالمجمل كقاعدة عامة اكو ضحايا حسب ما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم قانون جاستا. أحسن، قانون جاستا. قانون جاستا هذا طالب 850 عوائل ضحايا، 850 شخص و1500 جريح مصاب، طالبوا أعتقد الأصول اللي حزوا عليها من السعودية 2 تريليون، مو مليار، 2 تريليون دولار كتعويضات لهذه العوائل وبعض المؤسسات التي تضررت. طبعا اعتقد 2 من سيناتورات الكونغرس الامريكي هم اللي قدموا مشروع القانون، فعلا حصلت موافقه عليه وصوت عليه القانون. اقول شنو اللي يعني يختلف؟ عوقبت السعوديه. عوقبت السعوديه بسبب 2 تريليون 11 سبتمبر. 2 تريليون على ايش قد؟ على 850 ضحيه، مع العلم كل الأجهزة الاستخبارية الشرقية تقول إنه العملية هي عملية من تنظيم CIA الأمريكي، هي عملية مو سعودية، بمساعدة السعودية لإحداث ضجة ولصناعة عدو بعد انتهاء العدو الحقيقي اللي هو الاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة الأمريكية هي سعودية في هذا الموضوع، لأنه أسامة بن لادن سعودي، هذا جانب اي فقط. لا لا دع الشخص، لا دع الشخص باعتبار اللي اشتركوا تقريبا، اشتركوا بالعمليه من جنسيه سعوديه، فحملوا السعوديه هذه المسؤوليه، مسؤوليه مساعده تنظيم القاعده، وهي باكتها من دخلوا على افغانستان ودخلوا على العراق بهذه الحجه. وتبين لا افغانستان لها علاقه بالموضوع ولا العراق، مجرد ذريعه. اللي اقوله اني هل يعقل؟ نعم الجريمه بالتقادم ما تسقط حسب ما يقول تقول القواعد القانونيه، لكن هذا ما يحفي ان الحكومه العراقيه وحقيقه يعني الهروب الى الامام، قال الاستاذ عقيل وفعلا هو هذا كلام اغلبيه الشخصيات السياسيه، احنا نريد العراق يستقر. العراق ما يستقر، وعدوه لا زال يبتكر حروب باتجاه العراق، مره حرب اقتصاديه، مره حرب اجتماعيه، مره حرب ناعمه، مره حرب عسكريه، مره حرب ارهابيه. لذلك لا والله اني اواجه الناس اللي عبثوا بامن العراق، وجدت خسائرنا تقريبا فقدنا على اقل تقدير بالحروب الارهابيه من 250 الى 500 الف شخص. صحيح، يعني ارقام مرعبه من عدد المصابين والمعاقين والتهجير والاثار النفسيه والايتام والايتام فقط اللي فجروا نفسهم ذكرها من الجنسيه السعوديه اكثر من 5000 مرعب اللي فجروا نفسهم فقط يعني من جنسيه واحده عدا التونسيين والاردنيين اللي شاركوا والباقي وغيرهم يعني بالاخير هم المسرى منين؟ المسرى من السعوديه، كان من دول الخليج كل هاي الجنسيات. اللي اقوله اني من المفترض انه هاي الامور ما
ما تمر مرة الكرام، وما ندعي أنه عملية الاستقرار. نعم أنا ما بحقيقة ما أقول العراق وصل لمرحلة الاستقرار، لكن الاستقرار اللي نربو له ما يتحقق بصراحة بهذه الطريقة. تمام تمام. الهروب إلى الأمام. أستاذ جبار حياك الله. يا عيوني حياكم الله. حياك الله. بعد 6 سنوات من الانتصار على داعش، هل هناك مخاطر من عودة هذا التنظيم من جديد؟ أو هل هناك مخاطر أيضاً من عدم قدرة القوات الأمنية على العراقية على مواجهة ما قد يحدث؟ أولاً سلامي إليكم، سلامي لإخواني في معي في البرنامج، سلامي لأهالي كل الضحايا والشهداء من إقليم كردستان وأيضاً من العراق الفيدرالي من قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم وقوات الجيش الاتحادي والحشد الشعبي وباقي قوات العراقية، وسلامي لأهالي المعوقين والجرحى وأيضا المفقودين، وندعو الله تعالى يعود المفقودين إلى أهاليهم. بالنسبة لداعش، كما تعلم داعش كمنظمة إرهابية دولية لم تنتهي لحد الآن، لم يقضى عليها بالكامل. نعم نحن انتصرنا جميعا في نهاية عام 2017 من إنهاء ما كانت تسمى بالإمارة الإسلامية في العراق والشام، ولم تبقى هناك أرض بيد إرهابي داعش. وقبلها كما تعلم كان داعش يسيطر على مناطق واسعة من العراق ما عدا سوريا، يعني محافظة الموصل، محافظة صلاح الدين، الأنبار، أجزاء من محافظة كركوك، أجزاء من محافظة ديالى، كلها كانت تحت يد إرهابي داعش يعني لمدة حوالي 4 سنوات وكانوا في هذه المناطق. ولكن بعدما أنهت القوات الاتحادية بالتعاون مع قوات البيشمركة في تحرير الموصل وإنهاء ما كان يسمى بهذه الإمارة المختلقة، إمارة داعش الإرهابية في العراق والشام، لم ينتهي داعش بالكامل، لأنه لحد الساعة هناك عمليات، وكما تعلم كان في الأسبوع الماضي هناك عمليات لإرهابي داعش في ديالى، ذهب ضحاياها مدنيين وأيضا من القوات الأمنية، وأيضا كانت هناك عمليات إرهابية لداعش في مناطق قريبة من مخمور، وأيضا هناك عمليات لداعش في مناطق عديدة في العالم ليس هنا فقط، في سوريا، في مناطق غرب أفريقيا، في وسط أفريقيا، لأن داعش لحد الآن تدعي أن لديها ولايات، هناك ولاية سيناء، ولاية الشام، ولاية العراق، ولاية غرب أفريقيا، ولاية وسط أفريقيا، ولاية الصومال، ولاية موزمبيق، وأيضا لها نشاط كثيف على في السوشيال ميديا، يعني في الإعلام بالنسبة لداعش. لذا فإن داعش من حيث القوة لم تبقى لها قوة كبيرة من الناحية الإرهابية في القتال، وأيضا مصادرها التمويلية ومصادر تمويل أفرادها قلت، ولكن خطورتها لحد الآن هي باقية على العراق وعلى مناطق عدة في الشرق الأوسط وعلى العالم بصورة كاملة، وخاصة هناك مخاطر كامنة كاملة. بس أعطيني دقيقة واحدة فقط. كما تعلم أن هناك مخيم خطر على الحدود العراقية السورية، هو مخيم الهول. المخيم فيه حوالي 56,000 من عوائل داعش، وحاليا هناك شباب وصلت أعمارهم إلى 17 سنة، حوالي حسب الإحصائيات الدولية هناك 30,000 منهم، وأيضا هناك 10,000 منهم في السجون في سوريا. يعني لحد الآن هؤلاء يعني كما هي كما قنبلة موقوتة، يعني هذه هي كما قلت المشكلة يعني الكبيرة. لذا فإن داعش صحيح أنها لا تمتلك القدرة والقوة كما كانت عليه في عام 2014، ولكنها باقية لحد الآن. وبالمقابل أن القوات الاتحادية بكافة تشكيلاتها حاليا لديها قدرات كبيرة تختلف، يعني من حيث الجاهزية القتالية تختلف كما كانت عليه في
في عام 2014، وايضا قوات البيشمركة وباقي قوات الاقليم هي جاهزيتها احسن من ما كانت عليه في عام 2014. ربما يحتاج الى تفصيل، لكن بشكل عام انه داعش ما زالت موجوده، خطرها في جيوبها بين فتره وفتره تقوم بعمليات هنا وهناك قد تكون تشبه العمليات الجنائيه، لانه احنا عندنا مجموعه من يعني في كل دوله بالعالم اكو مجموعه تصير، مجموعه جرائم تصير هنا وهنا وهنا، لكن هذه بطريقه منظمه. بما انه ذكرت حضرتك انه مصادر تمويلها قلت، ف يعني عندك معلومه عن مصادر تمويلها؟ مين مصادر تمويل داعش؟ انا لا، ليس لدي علم بهذا الموضوع، لان هناك كانت بنوك عالميه يعني كما تذكر في الاعلام، وكان هناك من يحملون افكار داعش هم يمولون داعش من حيث المال. ما عدا ذلك كما تعلم عندما كانت داعش تسيطر على اراضي واسعه في سوريا وايضا اراضي واسعه في العراق، كما تعلم كانت هناك مناطق نفطيه ايضا، كانت داعش لها ايرادات كبيره، يعني كانت تاخذ الضرائب والجمارك من 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 في المناطق التي هي لديها نفوذ فيها، كانت تبيع النفط بصوره غير شرعيه، وهذا ايضا كان مصدر مال لها، يعني لان كما ذكر مشارك اخر عزيزي، يعني اخ مشارك اخر قال يعني كان هناك لها دواوين وكانت لها وزاره ماليه، لان هناك كان منطقه واسعه هي تحت سيطره داعش منذ عام 2004 الى نهايه 2017. هذا هو كان جبار. واضح، هذه كانت هي مصادر ماليه لداعش والتي تعتمد عليها داعش. واضح. انت ذكرت في البدايه، قلت انه داعش منظمه ارهابيه دوليه، يمكن اول مره اسمع هذا التعريف لداعش. انا اقف واضع خطوط اكثر من خط على مفردات دوليه. شنو تقصد بالدوليه؟ يعني مشتركه بها مجموعه دول مثلا، لو نطاقها دولي تشتغل فيها اكثر من دوله؟ نعم، لان نعم داعش لا تقوم بعمليات ارهابيه مسلحه وارهابيه فكريه، لان هناك مصدرين لارهاب داعش، مصدر فكري لبث سموم الفكر الداعشي الارهابي وتجنيد اشخاص لهذا الفكر الداعشي الارهابي في كل انحاء العالم، وايضا بان من الناحيه المسلحه اي من ناحيه العمليات الارهابيه العسكريه، كما قلت داعش لا تعمل فقط في العراق بعمليات ارهابيه، نعلم بان داعش لديها عمليات ارهابيه في سوريا، لديها عمليات ارهابيه في مصر في مناطق سيناء، في ليبيا، في اليمن ايضا هناك، يعني عمليات. انت تقصد على مستوى النطاق، على مستوى نطاق عمليات في موزمبيق، في نيجيريا. واضح، انت تقصد نعم على مستوى يعني نطاق عمليات. هذا هو قصدي بان هنا ليست منظمه خاصه بالعراق وانما منظمه ارهابيه عالميه، لان في بعض الحالات تقوم بعمليات ارهابيه في لندن، في 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 فرنسا، في مناطق عديده من العالم، في المانيا. وضحت الفكره. لكن احنا لما خرجنا من صفحه داعش فتحت صفحة أخرى، هي صفحة وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. هنا لا زالت هذه القوات يعني على الأقل المعلن من تصريحاتها، المعلن من مواقفها بأنه هي تساعد العراق في لمواجهة داعش. يعني ما هو الخطر اللي يواجهه الآن بالنسبة لداعش؟ عملية هنا وعملية هناك، يعني شنو القوة اللي يمتلكها داعش الآن والقوات الأمنية تسيطر على الأرض بالكامل؟ بل مو بس السيطرة على الأرض، حتى تنفذ عمليات خارج العراق بالتنسيق مع دول أخرى. عزيزي، وجود القوات الأجنبية وخاصة ما تسمى بقوات التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، والتي هي تتكون من حوالي تحالف دولي ل 62 دولة، يعني هذه القوات في البداية يعني في عام 2014 عندما تشكلت في الشهر الثامن من عام 2014 دخلت العراق باتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية، ولم تدخل العراق من دون إذن، يعني كان اتفاق ما بين العراق وما بين هذه الدول لدخول قوات هذه الدول. أولا كانت في البداية قوات، وكانت هناك أيضا ما عدا القوات مستشارين، وأيضا دخول أسلحة
ومساعدات إلى الجيش الاتحادي وحتى إلى قوات البيشمركة من خلال الحكومة الاتحادية، وأصبحت لها قواعد في العراق. ومن بعد ذلك كان هناك طائرات لدول التحالف دائما في سماء العراق تساعد القوات العراقية في العمليات العسكرية على الأرض، وما عدا الطائرات المقاتلة كانت هناك طائرات أيضا مراقبة دائما في السماء. يعني جاءت هذه القوات باتفاق من مع الحكومة العراقية. وكما تعلم أن في زمن حكومة السيد مصطفى الكاظمي كانت هناك محادثات طويلة واجتماعات طويلة ما بين الحكومة الاتحادية وما بين الحكومة الأمريكية، وتوصلوا إلى اتفاق إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ضمن هذا الاتفاق في الإطار الاستراتيجي هو مساعدة القوات الاتحادية من قبل أمريكا. يعني هذا الموضوع لم يكن من ذاته ومن السماء جاءت هذه القوات، وإنما هو كان بسبب اتفاق مع الحكومة الاتحادية. والاتفاق يعني مستمر لحد الآن ولم يلغى من قبل الحكومة الاتحادية هذا الاتفاق، ولم تحل قوات التحالف في العراق. لعلمك ما عدا قوات التحالف هناك مجموعة لقوات حلف الناتو أيضا في بغداد. هناك اتفاق ما بين الحكومة الاتحادية وما بين الناتو لوجود خلية للناتو موجود في بغداد، وهي تساهم عن طريق تدريب القوات الاتحاديه هذه الخليج. واضح صار علي صفحه داعش انتهت، صفحه جديده من يعني من وجود هذه القوات داخل الارض الاراضي العراقيه. هذه الاراضي هذه استاذ جبار يقول لك واضح هاي باتفاق مع الحكومه. دائما تصريحاتهم يقولون احنا وجودنا هنا من اجل درء الخطر عن العراق، مساعده العراق في التصدي الى داعش. خلينا نوضح المفردات تحديدا. قلناها وراح أكرر هذا الموضوع. شتان ما بين إدارة الإرهاب وحرب الإرهاب ما تقوم به قوات التحالف الدولي في العراق. احنا رجعنا وقلنا بالبداية من أوجد داعش هو المجتمع الغربي. السبب أنه الجانب الأمريكي خرج من العراق صاغر مجبر أراد أن يعود للعراق. السبب إذا رجعنا التقرير دكتشيني تقرير النفط في عام 2008 يؤكد بوجوب السيطرة على كل مناطق الطاقة لسببين. أولا لإضعاف الدول التي تملك هذه الثروات وتحويل هذه الطاقة إلى وسيلة لإضعاف الدول الكبرى الاقتصادية مثل اليابان الصين التي تستورد الهند النفط من العراق ومن هذه المنطقة. فبالتالي هذا الموضوع واضح. قوات التحالف الدولي جاءت إلى العراق كي تدير الحرب وتدير الإرهاب ولا تحاربه. والدليل سؤال حضرتك من سألة الضيف ناربين، قلت له هل انتهى أو لماذا باقي الإرهاب لحد الآن والقوات العراقية ماسكة للأرض؟ أنا أعتقد هنالك جيوب، وهذه الجيوب هي برعاية سلاح الجو الأمريكي الذي يمنع وصول القوات العراقية ويمنع سلاح الجو العراقي بالوصول لهذه المناطق. وإلا بماذا تفسر العراق على قول تهنى وجيش العراقي والحشد الشعبي وكل مؤسساتنا بالإضافة لقوات البيشمركة أخذت الإرهاب قش بال 2017 وإذا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لهم يا بل هنا توقفون. بعض المناطق ذات جغرافيا صعبة جدا تحتاج إلى أولا أقمار صناعية وتقنيات متطورة. بس وجود هذه القوات هو بدعوة من الحكومة العراقية. هسه بدعوة من الحكومة المالكي وكملها العبادي. لا أعتقد بدعوة العبادي. العبادي كذا ما دعوتهم، بس تمت دعوتهم بشكل رسمي من الحكومة العراقية. وتم ولحد الآن الحكومة العراقية ما قالت انهم طلعوا خلصنا. وتم اقرار قرار برلماني والعراق نظام برلماني بوجوب خروج القوات الأمريكية. هذا الموضوع خلينا نكون واقعيين، خلينا نتكلم بالسياسة الواقعية وليست بالسياسة المثالية. الولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ على الأقل القرنين الماضية ما تحترم الدول الضعيفة، تحترم الدول القوية. ما تطلع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الجهد الدبلوماسي قطعا هذا الموضوع ما يصير، وتجاربنا كثيرة جدا إلا بحالة واحدة. لا هو بالجهد الدبلوماسي، لا بسمح لي بالجهد الدبلوماسي ما حد رافضهم، ما حد قال إنهم طلعوا. شلون قرار البرلمان اللي قرار البرلمان قرار البرلمان وظل من الحكومة وأصلا ما أدري وصل ما كل الحكومة قررت. وإحنا خب مو الحكومة، الحكومة تقترح حكومة عادل عبد المهدي. لا 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 يا حكومة نفذته ما نفذه هو دقلك. لا مو الكاظمي من اللي ينفذ؟ العفو استاذ محمد من اللي ينفذ الان؟ امريكا تمارس ضغوط، خلينا نقول ضغوط كبيره جدا. حتى الاتفاق اللي يتكلم عليه ظرف النربيل اتفاق استراتيجي ما حصل.
كل اللي حصل خمسة اجتماعات هو كيفية تزوير انتخابات. وبالمناسبة والله كتبت على هذا الموضوع قبل سنة من موضوع الاتفاق الثاني. كل الأحاديث اللي تصير الآن والحوارات استراتيجية ما بين حكومة الكاظم والجانب الأمريكي هو الغرض من عنده تزوير الانتخابات من أجل إزاحة بعض القوى السياسية التي تعارض وجود القوات الأمريكية. وفعلا بعد سنة حصلت اللي صار مجرد حوارات. لو اتفاق استراتيجي من المفترض يرجع للبرلمان والبرلمان يصوت عليه، وهذا الموضوع ما حصل. زي. ويدرك الجانب الأمريكي في ربما تقدر الحكومة العراقية هاي الحكومة تقدر بأنه وجود هذه القوات مهم في هذه الوقت. لا مو مهم، مو مهم، احنا نتكلم بسياسة واقعية. الحكومة العراقية تعاني الآن من ضعف شديد خصوصا في المجال الاقتصادي. وللأسف القرار الأممي عام 2003 اللي انطى الوصاية للبنك الفيدرالي الأمريكي بالسيطرة على كل مقدرات مبيعات النفط العراقي وذهابها للبنك الفيدرالي الأمريكي، أنا أعتقد الآن هو اللي يجعل الحكومة ضعيفة. الكارثة، لماذا لا نبذل جهدا دبلوماسيا والعراق أوفى بكل التزاماته وهنالك قرار أممي يقول على جمعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن مراجعة كل القرارات التي صدرت بحق العراق جراء غزو الكويت واللي بسبب دخلنا احنا البند السادس والسابع. أقول عندنا مشكلة دبلوماسية، لذلك وجود قوات التحالف الدولي في العراق كما وصفهم السيد عادل عبد المهدي بعد استشهاد شهداء الشهداء القادة قال وجود القوات الأجنبية وتحديدا الأمريكية أصبح وجود فوضوي يهدد الأمن العراقي. فبالتالي خاصة بعد الضربات الأخيرة لمؤسسة الحشد الشعبي، أنا أعتقد أكذوبة المستشارية لغت وتفندت. القوات الأمريكية قوات مقاتلة، وأعتقد بدءا من السفارة مرورا بكل مقر الأمريكان الآن في العراق هي قوات مقاتلة. دليل ذلك فضاء العراق مستباح، دليل ذلك تمنع الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة من استخدام منظومة دفاع جوي والسيطرة على الفضاء العراقي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي والناتو يصول ويجول بسماء العراق ويستهدف من يشاء دون الرجوع للحكومة العراقية. طب حتى إذا بلغوا الحكومة العراقية، الحكومة العراقية ما ينطيها تفاصيل. عندي طلعة، إيش ما أدري الجانب العراقي شنو الطلعة، ما يعتم على الموضوع، يستهدف ويقول أنا بلغت الحكومة العراقية، كلمة حق يراد بها باطل. تمام، أستاذ عقيل، وصلنا إلى مرحلة الانتفاء لوجود القوات الأجنبية بالعراق لو بعدنا محتاجينها؟ صراحة أنا أتفق بكثير مما تفضل به السيد علي. صراحة وأنا تحدثت أيضا يعني أمس أو أول أمس إحدى الفضائيات أنه نحتاج مراجعة حقيقية وواقعية مبنية على واقع على الأرض. هل نحن بحاجة إلى هذه القوات؟ لماذا اليوم هنالك تدخل من هذه القوات وضرب لمقار الحشد الشعبي وضرب القادة الشهداء سيد سليماني وابو مهدي المهندس؟ اذا كان هنالك فقط مستشارين، يعني كيف تتحرك وتضرب وهنالك اليوم لدينا شهداء وجرحى و يعني كثير من المشاكل؟ اذا نحتاج استاذ عقيل، نحتاج جرأة وشجاعة باتجاه مفاوضة الجانب الامريكي على واقع حال. رؤساء الوزراء كلهم يقولون دولة مستشارين، من العبادي إلى عبد المهدي إلى الكاظمي إلى السوداني، كلهم يقولون دول ناس مستشارين. أثبت الواقع اليوم حبيبي، اليوم سيد محمد، اليوم أثبت واقعا المستشارين عندهم يعني أكو يعني طائرات يضربون وشنو مستشارين يعني أبو مهدي المهندس وسليمان وكتلهم مستشارين كتلهم لو طائرة دخلت العراق وضربتهم يعني شلون يعني؟ سعد عقيل وجرمته مندوبة الأمم المتحدة اللي كاميلا أعتقد أو كاميلا اللي قالت هذا خارج القانون الدولي مرتين أو ثلاث مرات. ضربة والحشد في كركوك وفي جرف الصخر وفي ديالة مناطق مهمة، زين، ومناطق مهمة يعني على قول الأستاذ علي. فكيف مستشارين؟ فأنا تحدثت قلت اليوم يحتاج لنا مراجعة حقيقية وجرأة، ونقول للأمريكان إما أنه أنتم مستشارين ويجب أن لا تتحركون إلا بموجب بقرار من الحكومة العراقية، وإلا لا ليس بحاجة إلى وجودكم مطلقا. هذه الجرأة يجب أن تكون لدى الحكومة العراقية، وحتى لا تكون في حرج. اليوم صراحة اليوم السيد السوداني في حرج، اليوم هنالك بعض الأطراف اللي تضرب هذه المقرات وتضرب بعض المقار الدبلوماسية، يكون السيد السوداني اليوم في حرج.
هذه في القانون الدولي السفارة يجب أن تكون محترمة ومحصنة ومحمية برعاية هذه الدولة، في حال ضربها يعني هذا مخالف للقانون الدولي وحتى القانون الداخلي في العراق. لكن عندما يعني يكون هنالك مفاوضات حقيقية مع الجانب الأمريكي، عندما يتم يتحركون يجب إعطاء العلم إلى الجانب العراقي، ربما الجانب العراقي هو اللي يتحرك إذا أكو مشكلة اتجاه القوات الأمريكية. لماذا الأمريكان يتحركون هم بأنفسهم؟ أليس هم يعني مستشارين فقط حسب ما يقولون؟ لذلك نحتاج مراجعة حقيقية في هذا الصدد. حتى بالنسبة للسفارة، أنت شفت وزير الخارجية الأمريكي شلون يجي العراق؟ لابس درع. اولا لابس درع، ثانيا ينزل بالمطار، ينزل بالمطار ما ينطعل، ويصعد بطريق بهليكوبتر وينزل بالسفاره، وهذا يكون المر العراق بالمناسبه، المر العراق، ويرجع من جديد يصعد بهليكوبتر وينزل بالمطار، يصعد بطائره ثانيه ويطير. هاي الهليكوبتر العسكريه اللي تنقل من المطار للسفاره، هاي المن تابعه للسفاره. زين هاي الهليكوبتر مسلحة لو مو مسلحة؟ زين ذول الدائرة ما دائرها مسلحين لو مو مسلحين؟ زين السفارة مو بيها سيران لو ما بيها سيران؟ زين ناس خلينا ننظر إلى الطائرة مسلحة لو مو مسلحة، لو ننظر إلى الواقع الحال اللي ضربوا بجرف الصخر وكركوك وديالة. هسا هاي يمكن جاية من خارج، لا هسا ممكن جاية من القواعد من خارج العراق قاعد تضرب العراق، بس هذا أنت عندك حتى وان هو محسوب عليهم. منو اللي جابهم من خارج العراق؟ زين اكيد هم عندهم قواعد بقطر وبالسعوديه وبالكويت وبالاردن في كل مكان، اكيد هم عندهم قواعد يمكن ان يحتلون بلد في لكن في بنفس الوقت اذا يعني. السؤال الثاني انه هاي السفاره بعثه دبلوماسيه قاعد تشعر بانه الحكومات غير قادره على حمايتها، وبالتالي هي توفر هاي الحمايه لنفسها. لو لم يتجاوزوا القوات الامريكيه حدود الاطر الدبلوماسيه لما وضعوا تي سي رام وغيره وهذا. نعم هم يتجاوزون الحدود الدبلوماسيه والعراف الدبلوماسي. اتفاقيه فيينا تمنع دخول عسكري للسفاره، مو سلاح صار جبار، سلاح من ضمن دفاع جوي صار جبار. الحكومه العراقيه لا يمكن ان تقرر بدون طبعا، حتى الان يمكن اذا تقرر الحكومه العراقيه انهاء القواعد الامريكيه في العراق، يمكن في اقليم كردستان لا يمكنها السيطره على هذا الموضوع، وقد تبقى القواعد حتى كلمه الحكومه ممكن تصير ما لها قيمه، لانه قد تبقى هذه القواعد في اقليم كردستان. التمركز الرئيس لهذه القوات هو في اقليم كردستان في قاعده حرير موجودين وبقوه، وهناك ضوء اخضر واضح من سلطات الاقليم بوجود هذه القوات على اراضي اقليم كردستان. هسه تقول الحكومه الاتحاديه وبموافقتها ممكن، لكن هل يمثل وجود الامريكان في الاقليم ضروره ملحه للاقليم؟ من شنو بيش تحتاجون القوات الامريكيه؟ عذرا اطلب المعذره من سيادتك، ما قلته ليس صحيحا، هذا كلام اعلام فقط. يعني في حالة الخلافات التي تكون ما بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية على مواضيع أخرى، يعني تطرح هذه المواضيع كفقاعات في السماء. أولا ولا مستشار عسكري من أي من قوات التحالف أمريكية وغير أمريكية، ولا أي جندي أمريكي، ولا حتى أي دبلوماسي من كل الدول القنصليات الموجودة في الإقليم، لو لم تأخذ رخصة رسمية من قبل الحكومة الاتحادية لا تتمكن أن تأتي إلى إقليم كردستان العراق. كل ما موجود في الإقليم من مستشارين ومدربين وغيرهم كلهم يأتون عبر بغداد، وكل الأسلحة التي معهم تأتي من ميناء البصرة وتمر إلى بغداد، ومن بغداد تأتي إلى الإقليم. وحتى في زمن الحرب ضد داعش لم تأتي ولا إطلاقت بندقية كلاشنكوف إلا وسجلت لدى وزارة الدفاع للحكومة الاتحادية، وتتمكن أن تسأل وزارة الدفاع حول هذا الموضوع. يعني ليس هؤلاء الموجودين في إقليم كردستان يأتون بدون رخصة من الحكومة الاتحادية، ولا يأتون عبر طريق تركيا أو يأتون عبر السماء ولا يأخذون الرخصة من الحكومة الاتحادية. عزيزي كل ما موجود في الإقليم
هو جزء من الاتفاقية الموجودة ما بين الحكومة الاتحادية وهذه الدول، يعني دول القوات التحالف الدولية. وأوضح للأخ العزيز الذي ذكر موضوع بأن البرلمان طلب إخراج القوات الأجنبية من العراق، لم يكن قرار البرلمان هكذا. قرار البرلمان عندما صدر قال تنظيم تواجد القوات الأجنبية في العراق، تنظيم تواجد، وقد نظمت على أساس ذلك القوات الأجنبية في العراق، حيث طلبت منهم بأن يسحبوا كل قواتهم القتالية ويبقى المستشارون فقط وحمايات مستشاريهم وقنصلياتهم في العراق. أنا أكرر هذا الموضوع ثانية، أقول بأنه بعد الطلب بانسحاب القوات المتعددة الجنسية في نهاية عام 2011 في عهد حكومة السيد المالكي كان باتفاقية مع هذه الدول ببقاء مجموعات من قواتهم داخل العراق، ولم يتم سحب كل هذه القوات، يعني كان باتفاق رسمي في زمن السيد المالكي. وفي زمن السيد العبادي بعدها كان اتفاق مع التحالف الدولي لمجيء هذه القوات إلى العراق بمقاتليهم وطائراتهم ومستشاريهم ومدربيهم. وأيضا في عهد السيد مصطفى الكاظمي اتفق مصطفى الكاظمي في أمريكا ووقع على الاتفاق إطار الاستراتيجي، وحسب الدستور رئيس الجمهورية رئيس الوزراء له الحق في عقد اتفاقات أمنية وعسكرية مع الدول، يعني الدستور أستاذ جبار. وكل هذه الاتفاقيات ما بيها وقت محدد للخروج. أعطيني فقط، لا لا ليس أنا ليس لدي علم بموضوع الاتفاق الإطار الاستراتيجي، لم أكن عضوا في ضمن المجموعة التي اتفقت مع أمريكا حول هذا الموضوع. نعم، يعني الاتفاقية يقول لك حتى ينتهي الإرهاب. تسمع دائما تصريحات الأمريكان وغيرهم يقولون نحن في العراق لحرب داعش، عندما تنتهي داعش في ذلك الوقت سوف ننسحب من العراق بالكامل، يعني يحل التحالف الدولي. ولكن كما قلت، اذهبوا واسألوا، أنتم الجالسين هنا في هذا الحوار، اذهبوا واسألوا، يعني قبل ما ينتهي التحالف الدولي هناك خلية من تحالف ناتو موجود حاليا موجودين في بغداد موجود. وتحميهم، أعطيك معلومات أكثر، تحمي هذه الخلية قوات من تركيا وفوج من تركيا يحميهم. هناك عزيزي، إذ لا ليس هناك أي قرار واضح من البرلمان العراقي لإنهاء تواجد القوات التحالف الدولي أو حل الاتفاقيات مع هذه الدول من الناحية العسكرية. تمام. ليس هناك أي واضح. قرار يعني واضح ليس واضح. لا من البرلمان ولا من الحكومة الاتحادية. واضح أستاذ جبار، عندك رد على هذا الكلام؟ أكو توضيح؟ طبعا كل احترام أستاذ جبار، دائما الرجل واقع للأمان وصريح، بس خلينا أذكر حضرته في موضوع أنه الإقليم ما يتفق الجانب الأمريكي إذا ما يجي الحكومة الاتحادية. أقول هنالك مساعدات مالية تصل إلى قوات البيشمركة دون علم الحكومة العراقية. اتفاقية أو ما يسمى هذا صفقة دون بيكون السينيتور اللي طلب مساعدات منظومة الدفاع جو أسلحة تكتيكية للعراق، وللأسف وصلت قشق لموانئ البصرة، وبسبب عمالة بعض القيادات الأمنية ووصول الأمر إلى القائد العام تحفظ على هذه الصفقة اللي أعلن على أنها عائدة وزارة الدفاع، هي صفقة لإقليم كردستان. فبالتالي هنالك صفقات كثيرة جدا تذهب للإقليم دون موافقة الحكومة أو علم الحكومة الاتحادية. وخلينا نسأل أستاذ جبار، لماذا غادرت كل القوات الأمريكية من الوسط والجنوب وذهبت إلى المناطق السنية الكردية؟ ولماذا لم يصوت الأخوة الكرد والسنة في موضوع قرار البرلمان عندما صوتوا على إخراج القوات الأمريكية؟ لماذا أيضا في موضوع الاتفاقية الاستراتيجية الجانب الكاظمي سلموا القوة السياسية الشيعية 16 نقطة للكاظمي في حال عقد اتفاقية استراتيجية؟ أتذكر من عدها، أولا طلبوا عديد القوات الأمريكية اللي راح تبقى بالعراق، إيش قد عددها، أن تكون القوات الأمريكية داخل قواعد عراقية، ويسمح لي الأجهزة الرقابية العراقية
سواء البرلمان أو الأجهزة العسكرية بالدخول لهذه القواعد متى ما شاءت الحكومة العراقية لتطلع، و16 نقطة لم يوافق عليها الجانب الأمريكي، فبالتالي وين الاتفاق الاستراتيجي اللي صار؟ أنا أقول لك إياه، كل اللي حصل هو كيف يتم تزوير الانتخابات من أجل إزاحة بعض القوى السياسية، هذا اللي حصل الاتفاق الاستراتيجي. شكرا أستاذ علي فضل الله، شكرا أستاذ عقير الرديني، شكرا أستاذ جبار ياور من السليمانية، أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.